هيداك النهار اللي أنا كنت ناطريته من زمان. بيأثر فيه من ناحيتين. أول ناحية إنه أنا ما قدرت أنبسط، وتاني شغلة إنه هيدا النهار اللي أنت كنتي عم تتجوزي فيه، وأنت هلأ المفروض تكوني مبسوطة وهيك، بس كان على العالم اللبنانية كان ديزاستر. هيدا نهار يعني مشؤوم لكل لبنان، مش بس انه لقلنا نحن كشخص ككابلز يعني خسروا الودينج تاعولن وصار معهم هيدي الشغله وهيك. هذا يعني يوم حزن ويوم اسى ويوم يوم اسود حداد على كل لبنان.